هذا توقف اليوم عن العمل يأتي ضمن المسطرة النضالية التي تنظمها منسق التعليم الأساسي التي تضم أبرز نقابات التعليم الفاعلة في على التراب الوطني، ويأتي هذا التوقف من أجل تسليط دائرة الضوء ولفت الأنظار إلى حال المعلم الذي يرزح تحت أعبائه المادية، الذي لا يملك أبسط مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تأتي من أجل المطالبة بتجسيد إرادة فخامة الرئيس التي عبر عنها خلال الحملة الانتخابية، كما عبر عنها أيضا من خلال إشرافه على افتتاح السنة الدراسية من مدرسة وجهها.